شو يا سلامة؟ ها؟ جهزت العيال للعودة للمدارس؟ هي مع بداية عام دراسي جديد خلنا نعتمد عادات صحية جديدة، عشان شي خصصي يا سلامة وقت لوجبة الفطور كل يوم. أه. ولا يكونوا العيال متأخرين ومستعجلين، كونوا مبدع يا سلامة. سواء بتحضير الفطور في البيت أو بتحضير وجبة المدرسة، مثلاً ساندويتش على شكل نجمة هي. أو تشكيلة من خضار ملونة. ولا تنسين 3 وجبات رئيسية في اليوم ووجبتين أو 3 وجبات خفيفة وكوبين من الحليب المدعم يومياً. هي. وحطي ببالك إن عيالك يشربون 50% من حاجتهم اليومية من الماء خلال الدوام الدراسي، ولازم تشجعين اليهال على الرياضة إن كان بالمشاركة في الفرق المدرسية أو في البيت. المهم 30 دقيقة من الرياضة والنشاط البدني يومياً. وفي البيت قللي من أوقات جلوس الأطفال أمام التلفزيون وألعاب الفيديو. الدراسات تثبت أن الأطفال يمضون 4 ساعات تقريباً في اليوم أمام التلفزيون، في حين ننصح أنهم يقضون ساعة واحدة بس في اليوم. وعندنا مشكلة كبيرة أن وايد أطفال ينامون أقل من 8 ساعات في اليوم، فلا ننسى عيالنا بحاجة ل10 ساعات نوم على الأقل كل ليلة. وعساكم دوم صحة وسعادة.